قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم فأخرجها من فيه، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما أحسن محسن إلى أهله وذويه. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، من المشاكل الاجتماعية التي ازدادت انتشارا في هذا الزمن ما يتعلق بالزواج، والكلام عن الزواج مهم جدا وما يتعلق به، والذي يدخل أروقة المحاكم ويسأل المحامين وأهل الإصلاح في المحاكم سيذهل مما يسمع من مشاكل في المجتمع، وسببها تقصيرنا وبعدنا عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنني قبل أكثر من 20 سنة قابلت أحد الشباب متزوج ويقول بعد زواجي بسنوات أنه ما زال يسدد ديون زواجه. تدرون كم بلغ عمر ابنه الأكبر في ذلك الوقت الذي أخبرني فيه على أنه ما زال يسدد ديون الزواج؟ بلغ 6 الابتدائي، يعني عمره كم؟ 12 سنة تقريبا، وما زال أبوه يسدد ديون ماذا؟ زواجه هو. لماذا؟ لأننا بعدنا عن المنهج النبوي. أذكر هذه الليلة بحديث أو أكثر في هذا الباب، لو أننا تقيدنا به لحلت كثير من مشاكلنا. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه أثر صفرة، وفي رواية خارج الصحيحين ردع زعفران أو وضغ من زعفران، يعني طيب، أثر صفرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما شأنك؟ ما خبرك؟ أي شيء حدث لك؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم له مستنكرا له. فأجابه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة، وفي رواية تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها؟ يعني كم دفعت مهرا لها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أولمت؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، فأولم ولو بشه. في هذا الحديث حلول كثيرة لكثير من مشاكلنا في هذا الزمن، ولعلي أن أذكر ببعضها لأن المقام لا يتسع. أول ما أذكر به في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب خلق الله إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومواقفهم تشهد بذلك، حال الحرب وحال السلم. المدينة في ذلك الوقت كانت ضيقة الأطراف، لذلك غالب الظن أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5. وأحد الباحثين في هذا الزمن يقول بأن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعادل توسعة المسجد النبوي اليوم، يعني ضيقة الأطراف.
ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف لم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بزواجه، مع أنه أحب خلق الله إليه. لذلك إذا تزوج أحدنا ليس من الضرورة ولا من العقل ولا من المنطق أن يعزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم يقول قبل سنوات أنني وزعت أكثر من 1000 كرت دعوة لزواجي، لا إله إلا الله، لماذا هذا كل وعلى كاهل من، ومن سيتحمل تبعاتها وفواتيرها؟ من أنت أيها المتزوج؟ ألا تعقل؟ ألا تجعل ابن عوف قدوة لك؟ مع أن ابن عوف رضي الله عنه من كبار تجار الصحابة، لما توفاه الله رضي الله عنه كانوا يقطعون ذهبه بالفؤوس، الذهب التبر الخالص يقطعونه بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال، تأثرت من عناء التقطيع، يدل على أنه ثري ولا ما هو ثري؟ ثري جدا، من أغنى الصحابة، ومع ذلك كان عاقلا في زواجه رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها؟ كم كان صداقك لها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وهذا معيار في عهدهم يوزن به الذهب، وهو يعادل 5 دراهم تقريبا. والدرهم من الفضة كم وزنه بالجرام؟ اختلف أهل العصر، بعضهم قالوا بأنه يزن 2.5 جرام، وبعضهم قالوا بأنه يزن 3 جرامات، فخلونا على الأكثر اللي كم؟ 3. فلو ضربنا 3 جرام في 5 دراهم كم؟ 15 جرام. هذا مهر من؟ ابن عوف لزوجته الأنصارية رضي الله عنهما. اليوم جرام الفضة اليوم النقي اللي على وزن 900، على عيار 999 أنقى فضة تقريبا، لم يصل سعره اليوم 3 ريال، وصل 2.76 ريال هللة. دعونا نجعله كم؟ 3. أضرب 3 × 15 = 45 ريال. ماذا نقول نحن؟ أليس بأننا عندنا مبالغات وإسرافات وإسراف وتجاوزات، ثم نشتكي بعدين من المشاكل وعدم الوفاق وكثرة الطلاق والوحشة في البيت؟ قد أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ألا لا تغلوا في صدق نسائكم، فلو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى في الآخرة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بها منكم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه بأكثر من 12 أوقية، وما أصدقت بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من 12 أوقية. ثم قال كلمة عظيمة عمر المحدث الملهم، قال كلمة عظيمة، قال: وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته، يعني يرفع في صداقها، حتى يكون له منها في نفسه عداوة ووحشة. إذن غلاء المهر يسبب ماذا؟ وحشة بين من؟ الزوج وزوجته. وهل هذا مقصد شرعي؟ لا والله. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت ذات يوم: كم كان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، انتبه، 12 أوقية ونشاً. أتدري ما النش للسائل؟ قال: لا. قالت: نص أوقية. طيب، لما تحولها من الأوقية إلى الدراهم تكون 12 أوقية ونصف تساوي كم؟ 500 درهم.
وقلنا بأن الدرهم وزنه كم؟ 3 جرامات. وقلنا في سعر اليوم بأن الجرام من الفضة كم سعره؟ 3 ريال. طيب اضرب 500 في 3 في 3، مبلغ ايش؟ قليل. قبل يومين كنت مع أحد الإخوة في المسجد الحرام من دولة مجاورة، والرجل واضح أنه ذا يسار وغنى، فسألته عن تكاليف الزواج عندهم في مجتمعهم. قال متوسط الزواج يكلف 300,000 وقد يصل إلى 1,000,000. يا أيها الأحبة، لابد لنا من وقفة، لابد لنا من وقفة، لابد لنا من أهل الخبرة والحكمة وأهل الشأن في المجتمع من وقفة نقلل فيها تلك ليش؟ التجاوزات، لأن الشريعة متشوفة إلى ماذا؟ إلى حصول الزواج بين الرجل وماذا؟ والمرأة، ورغبت في ذلك. والنكاح الشرعي مقصد من مقاصد الشريعة. وكثير من الشباب اليوم يعاني، العفيف من الشباب اليوم يعاني. لماذا؟ لأنه يعلم فضيلة الزواج، وفي غريزة داخلة تريد من ماذا؟ أن يحقق هذه الغريزة. مطلب الزواج مطلب عند الذكر وعند ماذا؟ الأنثى. ويعرف المواصفات المرغبة في المرأة، ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذات الدين، ويأمل في بناء بيته على تقوى من الله ورضوان. فلما يقدم يذهل بماذا؟ بالعوائق والعراقيل، حتى أن بعضهم يقول لن أتزوج البتة، وبعضهم يكتب رسائل صراحة إذا قرأتها أو اطلعت عليها يكاد قلبك ينعصر من الشفقة على هؤلاء الشباب. لماذا نضع العوائق والعراقيل؟ لماذا؟ علينا أن نخفف، علينا أن نيسر قدر الإمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير النكاح أيسره. وفي قصة ابن عوف رضي الله عنه أنه لم يولم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يولم بعد الدخول ولو بكم شهر. كلمة ولو هذه، الحرف ولو، عند العلماء بعضهم يرى بأن حرف تقليل، وبعض الفقهاء يرى بأن حرف تكثير. ايش الفرق بينها؟ أولم إذا كان حرف ايش؟ تقليل. أولم وأقل ما تولم بكم؟ بشاه واحدة من الظأن أو المعز، ذكر أو أنثى، واحدة من الغنم تكفي، هذا أقل شيء ماذا؟ تولم به. بعض الفقهاء على العكس، أكثر ما تولم به شاه، ويجوز أن تولم في العرس بأقل من الشاه. فلقد أولم الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بماذا؟ بسمن وأقط وتمر حيس، بل إنه أعتقها وجعل عتقها مهرها، وقال يعني وكذلك في لما تزوج زينب إن وليمة عرسي كانت ماذا؟ من خبز ولحم. أحد الناس يخبر في هذا الزمن بأنه ذبح في زواجه 85 خروفا، أليس بأن هذا من المبالغات، من الإسراف، من التبذير؟ فأيها الأحبة، علينا بأن نعود إلى ماذا؟ إلى المنهج النبوي، تستقيم حياتنا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.